لا تنسون تفعلون خاصية التنبيهات عشان يوصلكم كل شيء جديد من القناة. السلام عليكم شباب، معكم دستينجر أو الجهدي. اليوم راح أتكلم معكم عن شخصية جديدة اللي معنا راح تكون أوريسا. أوه تعال هذا مكري. أوريسا يا حبيبي، أوريسا أوريسا يا أوريسا. المهم طبعا هذه نزلت الحين مو على بلاي ستيشن ولا اكس بوكس، هذه نزلت على البي سي في السيرفر التجريبي بي تي ار، يجربون على هذه الشخصية قبل لا تنزل على هذه المواضيع، يعني يبي لها أسبوع عين إيش حواليها حق تنزل. المهم إذا راح تنزل على بلاي ستيشن أو اكس بوكس وبي سي رسميا راح أعطيكم خبر أسرع وقت ممكن. حاليا تجريبية راح أرويكم شنو مميزاتها وشنو قوتها، وبعدين راح أجيبكم جيم بلاي. ما يجيب لكم جيم بلاي لأن الشعب كل مجنون عليها بيجربها، والكل بيتعلم عليها في المابات، فشوي صعبة وليس طلعنا إيه. بس ما عليكم، ترى الشخصية مرة جبارة رهيبة خرافية إبداع، ونهاية الفيديو أكيد. طبعا قبل لا أبتدي أتمنى تتابعوني على تويتر حق يوصلكم كل أخبار جديدة أول بأول. أحيان كثيرة ما أنزل بس أتكلم في تويتر، نقاشات وسوالف وحركات يعني. فنبتدي معكم أوريسا، نشوف شنو وضعها. طبعا راح تشوف رابط التويتر حقي في الديسكربشن. الله لا يهينك اذا يمديك تسوي متابعه، اكون شاكر لك بشكل كبير جدا جدا. واذا عندك اي سؤال او استفسار تعال اسالني هناك، ارد عليك في اسرع وقت ممكن، لان احيانا ما يمديني ارد من كومنتات كثيره او واحد بشيء ضروري، يمديني اتواصل منك افضل يعني. عارفين علي كيف، زي دعايه بس بشكل ثاني. المهم ما علينا، نرجع الى محور حديثنا. أوريسا أوريسا، شوفوا هذا السلاح اللي حقها رشاش، رشاش من نوع غير. كيف رشاش من نوع غير؟ رشاش الرينج حقه جبار، شوف الدمج في الراس شيء ما مش حصلش، وفي البدي ها لك عليه نص نص بس. شوف ركزوا معي، يمكن تحسون ذاك رايح، لا 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 لا، شوف الدمج اللي حقها مره جبار من الرينج، جبار جبار جبار. طبعا في تاخير شوي في الطلقه، مو مثل سولجر ولا ميكر اول ما تضرب توصل الطلقة، لا فيها وقت حق تاخذ مسافة توصل للشخص الثاني، عارفين؟ بس في المستوى واحد عندك 200، انا ما ادري شو فيني كل احنا عشق، مو متعود يكون عندي خلاط قاعد اخلط فيه بس ورشاش ابو 200 طلقة. وي المهم هذه الحركة الاولى، او مو الحركة الاولى، هذا السلاح الاساسي او برايمري دامج راح يكون عندك. الحركة الاولى راح تكون شنو؟ راح تكون شيلد، شيلد مثل درع راين هارت بس راح يكون قدامك على الارض، وطاقته مثل ما تشوفون 900 وشكله مقعر شوي، مره ممتاز يعني. يمديك تزبن داخل كذا وما يجيك شيء من فوق، اذا كان بيجيك شيء من فوق مثلا يمكن ديفا ولا شيء تعطيك الالتي تحطه تلزق جنبه ما يجيك شيء. حلو اتوقع، وما كم يا اخي يطول، والله ما حسبت له. المهم بعد راح نشوف كم نحسب. هذه الخاصيه الاولى. الخاصيه الثانيه، ترمي كوره، هذه الكوره تسحب كل اللي حواليها بس انت بيك تفجرها. شنو اقصد؟ شوف هذه رميت كوره فجرتها كلهم تجمعوا فيها، مثل التيميت زاريا بس انه ما من اول ما يجمعهم يمديهم يتحركون، هذا فرق. وطبعا يمديك تسويها كل 8 ثواني. خلينا نعيدها، يمديني ارميها في الارض اول ما تصدم يجربهم، هذه مره ممتازه الحركه. انا يعني حاليا اللي اشوف يمديك يسوي حاجه او حركه ممتازه اتوقع جاتي في بالي، شفت الروبوت اللي فوق؟ طبعا معروف اوفر واتش اذا انت تكون لك المكان العالي افضليه. شوفوا شوفوا الحركه، تنزل ابو اللي جابه من فوق. والله انها وسخه، والله انها حركه وسخه. المهم هذه الحركه اللي بعدها، وفي عندنا حركه، شوفوا لاحظوا معي، اذا وقفت على دمج الروبوت راح يجيني في كل طلقه ينزل هيلثي 4. ركز معي، حاليا في كل ضربه ينزل هيلثي 4. راح اشغل هذه الحركه اللي هي الحركه الاخيره عندنا، الضربه اللي تجيني راح تكون 2 بدل 4، بما يقارب 50% دمج اللي يجيك او الضرر اللي يجيك او الدمج راح ينزل 50% لمده كم؟ يعني اشوفه مره جبار، والكول داون حوالي 8 ثواني، جيد يعني. عندك هذه 8 ثواني، لا هذه 12 ثانية، وهاي تشتغل 5 ثواني، وهذه 8 ثواني. اوكي حلو، وضعها جيد. المهم خلينا نشوف الالتيميت. الالتيميت هنا راح يغير اشياء كثيره. شنو الالتيميت؟ ليزر راح تحطه في الارض، الليزر هذا يعطيك دمج حقك انت واخوياك، يزيد الدمج حقكم. حلو حلو، بس الرينج حق الالتيميت شيء مو معقول. خلنا نرويكم اياه، بعدين نرويكم الرينج. نحط الالتيميت، هذا الالتيميت
دمج حقي راح يزيد بشكل ملحوظ يعني مثل النانو بوست بس ايش حق فريق كامل. حلو حلو بس الرينج حقه شوفوا 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 معي هنا الى هنا ابعد شيء يوصل الدمج للالتيميت يشبك معي من هناك الى هنا. انتم متخيلين يا عيال شباب المسافة هذه؟ وهذه بشكل دائري من فوق ومن تحت ومن يسار ومن يمين. الصراحة يعني شيء فظيع فظيع فظيع. عطيك في الكومنت تحت هل تحس ان هذه الشخصية راح تغير اللعب بشكل كبير او لا؟ انا بالنسبة لي اشوف راح تغير اللعب، راح تكون منافس قوي حق رين هارت في التانكينج يعني اذا تلعب تانك، بس ما اتوقع ان راح تكون تانك اساسي. احتمال اكون صح واحتمال اكون خطا، الناس كلها حاليا تتعلم على الشخصيه وما يدري شنو افضل شيء تقدر تسوي فيه حاليا. مثل ما قلت لكم ما قدرت العب فيها ولا جيم لان الشعب كله يبي يلعب فيها وصعب ان العب فيها هذا اليومين، بس راح احاولكم ان اجيبكم جيم بلاي مره قادح فيها وان شاء الله يكون شيء جيد يعني. فكم معكم لسنجر وجهدي، لا تنسى تتابعني على تويتر راح اسولف هناك اذا نزل الفيديو يجيك هناك، وسوالف اي سؤال يمديك تسالني عليه وان شاء الله ما اقصر معكم الفتره الجايه. او بس او دام ان عندي التي تا 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 هذا اوريكم الرينج اللي اقولكم عنه. شوف نزل التي دين دين دين. ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا بعد ارجع 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 بس اتوقع هنا اي بس اي هذا حد الاقصى اي بس هذا حد الاقصى. شوف شوف يا الله عليك يا التيميت يا الله عليك والله مسافه خرافيه. حاليا هذا اللي تشوفه شباب بيمدي يتغير ترى مع التحديث الجاي، يمدي يتغير من ناحيه ضرر السلاح، سرعه السلاح، لمده الكول داون حق مثلا كم الكول داون حق الشخص، الحركات يعني كم تاخذ عشان تتعب من جديد، يمدي تتغير مو شيء اساسي لان هذا مثل ما قلت لكم تجريبي وليس رسمي. فكذا وصلنا لهذا الفيديو، كان معكم دستنجر وجهدي، اتمنى عجبتكم، لا تنسوا اللايك في سبسكرايب ولا تنسوا تتابعوني على تويتر، اذا زهقكم بتويتر بس اتمنى ان تتابعوني على تويتر ونقدر نرفع المتابعين هناك. وكان معكم بس خلاص، السلام عليكم.